بردوومان پەیوەندی بە ناساندنی تەشبیه هەوە بوو کە دیارە هەموو دەرسەکە لەسەر پێناسەکردنی تەشبیه و بەحسەکە ڕەبتی بەوە بوو لەگەڵ ئەوە پەیوەندی بوو لەسەر دێنە سەر ئەوە بزانین وەختێک کە ئێمە تەشبیهمان ناسیوە دوای ناسینی تەشبیه ئێمە چی ئەەکەین دیارە بەحسێکمان هەیە لەبارەی تەرەفەینی تەشبیه کە ئەبێتە مشەبەه و مشەبەه بیه بحثێکی تر لەبارەی وەچەشەبەهەوە یەکێکی تر لەبارەی ئەداتی تەشبیهەوە یەکێکی تر لەبارەی ئەوە کە غەرەز لە تەشبیه چییە بۆچی تەشبیهکرێ بحثێکی تریش هەیە لەبارەی دابەشکردن و بەشەکانی تەشبیهەوە یعنی تەقسیم و بە عەناوینی مختلف تەقسیم مەکرێ نەک بە یەک شێوە بەڵکو بە ئیعتیباراتی جیاجیا تەقسیم مەکرێ ئەوانە باسەگەن جارێ بە ئیعتیباری تەرەفەین تەقسیم مەکرێ وەختی وایە بە ئیعتیباری وەچەشەبەه وەختی وایە بە ئیعتیباری ئەداتە وەختی وایە بە ئیعتیباری غەرەزە ئەوە تەقسیم مەکرێ وەی ئەڵێ وەنەظەڕوها هونا فی ئەرکانیه یعنی سەرنجدایین و لێکۆڵینەوە لێرەوە پەیوەندی هەیە بە ئەرکانی تەشبیهەوە بە پایەکانی تەشبیه يعني شيء أي البحث في هذا المقصد عن أركان التشبيه المصطلح عليه يعني أو بحث ليكولينوا خدي بحث يعني ليكولينوا شنك بحث بمعنى خلكندنا أوانية فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يعني بشن عرزكي هلك باري لم مقصد داك مقصدك وتمان مقاصدي أنبابا شوال إسيانا تشبيه ومجاز وكناية جاء بحث لما قصد لباري أركان تشبيه هي كام تشبيه نك تشبيه مطلقة لغويك بلكو المصطلح عليه أو تشبيهيك اصطلاحي لسلوك لدرس رابردوا تعريف ما نكردو لبياني تعريف كيشا أو ما نود لسل سبيل استعاري تحقيقية واستعاري مكنية وتجريد نبي وهي أركان كاري تشبيهيش أربعة شواردان ترفاه دولاين تشبيه كالمشبه والمشبه به كيكي كان شبهين دراوكي وكان بي وشبهين دراوكي ووجهه وهروها وجهي شبهك يعني بلغي أو شتي كتيا شبهين دراون يعني مثلا شبهتكي تيا كراو وجهكي وأداته أو كرسيي كتشبيه كيف أكريوه كافوك كأنه وفي الغرض منه وهروها بحسك إيما لباري مبز لتشبيه شوية يعني مبز إيما لتشبيه شيء باسي أو شكي وفي أقسامه ولباري بشكاني تشبيه يعني دا بشكردني تشبيه بشيوي جورا وجور باعتباراتي جواز لقل أو باعتبار جواز دا بشيكين بەشەکانی شی ناوبرد ئەەکەین و تعریف یەکەین و لێکۆڵینەوەی لەسەرەکەین جا باشە بۆچی مەسەلەن هات ئەم چوارەی بە ئەرکانی تەشبیه ناوبردن یعنی ئیتڵاقی ئەرکانی کرد بە سەریانە واتە عنوانی ئەرکانی دابڕی بەسەر ئەمانە لێردا ئیتڵاق منای دابڕینە دابڕینی ئەرکان بەسەر ئەم چوارەوە على الأربعات المذكورة لسر أشواري كناو بردكران طرفين وجه شبه أداة إما باعتبار أنها مأخوذة في تعريفه يا بهوي أوويا كأم تلفانا باعتبار سرنج بوادريا كالتعريف في تشبيه كاول جيراون شنية موتمان التشبيه الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بالكافي ونحوه أقر إيسا كان بزاهر يكجني وتوى هر أويهر لقلايا ديتو علي مشاركة أمري بو أمريك إلى أمريكان مشبهة أو تريان مشبه به في معنى أو تشبه بالكافي ونحوه مثلا أو شاش أها مأخوذ لتعريفك يا جايا باعتبار أويك لتعريفك ورقي لاون كتعريفك شي أعني تعريف تشبيه أعني الدلالة أقر الدلالة بكين مفعول بو أعني يا هل بإعراب محكية كي أو يبيخوا إنه كتعريف ما كلوه بيجن أعني الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بالكاف ونحوه كأوب وما خز وإما باعتبار أن التشبيه في الاصطلاح كثيرا ما يطلق على الكلام الدال على المشاركة المذكورة يا بوهي أمويا يعني الرشاو كذني أميك تشبيه لا اصطلاح دا لزاراوي علم بيانا بزوري
دابردري بسر او كلامي ككلامك خوي راهنمائي ما نكا خوي دال دلالة كان راهنما كرا لسر مشاركة او مشاركة كذكر كرا او مشاركة كذكر كرا كبريتيبو لا مشاركة امر لامر في معنى كقولنا زيد كالاسد في الشجاعة. الان لو ايسا مثلا اما تشبيه مثلا ايسا بم كلام عظيم تشبيه اطلاق راس ام كلام ام كلام دال لسر مشاركة كرا. يعني أقدر تقول لهم كلامتي فكري مشاركة أمري بو أمري كيتيا مثلا زيد بو أسد أم جارا لتشيا لمعناك كشجاعة بالكافية وكافك هي ولم باش جا لم شوار أنا بلا وكاميا باسكا أري ولما كان الطرفان هما الأصل والعمدة في التشبيه لكات يقدا كدو طرف أتواني هما الأصل والعمدة تخويني توا واتواني كان كيش اسمه كي مستتر ببلامير الشأن او انا كيت خبر ولي او هما لميري فصل ترفاني اسمي كانيا جا لميري فصل يتر محل الاعرابني الاصل والعمده ابن بخبرك اقسر انسان دائما القران بيروزا هيا مثلا كانوا هم الظالمين نيه لدواي هما كونا ظالمون هم الظالمون رزال شو ظالمينك خبري كانيا وانيا واو كا اسمك هذه او هما والله لميري فصله بس كواتا لميري فصلك لو بينا مانعي نسبكين هذا ولما كان الطرفان هما الاصل والعمده في التشبيه لكاتك كدو ترفي تشبيه اوان بنمان واوان تكي لسر كراون يعني عمدا واتمت معنى في كراون لتشبيها بوجا لكون الوجه معنى قائما بهما لبروي خوي هيش أواني تري يعني نوى تشبه إن أداة مستقلني أولا وتشبه معناك قائمة بودوانه والأداتي يعني لكون الأداتي البته والأداة شتواني خواني توا آلة في ذلك أداتك جبت آلة لقيام أو وجه شبه بودوانه آلة بوتشبيهك لبر أو كأودوان ترفينو أما لواقع وكفرعوان يعني وجه أداتك لبر قدم بحثهما بحسي أودواني بيجدا فقال فالمي ترفاه أي المشبه والمشبه به إما حسياني يا أوتهر كان حسين يعني تشبيه محسوس بمحسوس ما انكردوا كالخد والوردي وكو بكاسي قبلي خده كالوردي أو بتاك أقر إيما خد أقر تعريفي ماهيتك ماهوي بوبكي وحقتك اللي نذكري خوي عقلية بلام أويك يا محسابي لسرأكين لو نكيتي يعني ولي مسامحيت يا عكريتي حمو أمشتانا باق نايبا نوسر أصلك إنا وقت يا مالن خده كالوردي يعني لون خده كلون الوردي دي لونك ديارة أو هنا على ذا محسوس أو شاكر عقلية أيش أن الناس كي وزرافتك إيش أوي أويش دوبارة هر شن شتيقني بيتك لحواسي خمسة قابلي ذلك جاء أمجال أمانة في المبصرات يعني لو اشتعناك يعني محسوس بديد بتشاون والصوت الضعيف والهمسي مثلا بيني دنجي أما عثب وسخدك دنجي لاواز يعني دنجي كز بشبهيني بهمس ولا قال همسة همس شيئا هي الصوت الذي أخفى يعني صوتك أو توك خفية يا أخفية شادراوتوا حتى كأنه لا يخرج عن فضاء الفم في فضاء الفم أو نشر يا توك أوايك أصلا لا فزاي دم نيتدروا جاء أمش وكوشون خدو ورد بوبو بسرعت بو صوتي ضعيف همسش في المسموعات لو اشتعنيك أبي سرين والنكهتي نكهتشي وهي ريح الفم يعني بوي دم والعنبري عنبريش كديار ماديكي بون خوشة كلا ناوكي والي دريائي بيا او جانواليكي قولي اما في المشموماتي يعني لو اشتاناك بودار بويان هيا مثلا قراكيتي بوي دمي فلانا كزوك عنبر واحي اوا والريقي والخمري اوي دم لقال خمرة في المذوقاتي لو اشتعنيك اتششرين لا تششتيكانا والجلد الناعم والحريري وبيستي نرمو لقال حريرة هوريشما
فيلم الموساتي لو شتانيك دس يعني لي أدري ملبوسات ها ملبوسات يا ملموسات نق ملبوسات ويك أكريت ملبوسات ها ملبوسات رنق اشتباهي أول شن عليه لابس هريكي آه نعم لامسة حسك أنا وش يا لامسة دي أم جارة أو شتي كتو لمسي أكي أبيتها ملموس نعم ملبوس ملبوس لباس ملبوس ويك أيتبر إخوها تنيا لباس دروس اللباس ملموسة ولا إخواتني يعني بعض من الأخوة من المخامي هنا خا يعني حواسي خمسة بس حواسي خمسة بس ملموسات ملموسات بينك ملموسات بالي وفي أكثر ذلك تسامح يعني لبشي زوري آمانة دا شاولي قنجان دنها يا محسوسات أو يجوي ندت يا كل مرة قيناك أو بوخوي خلق درك يا كع بوجع تسامح لأن المدرك بالبصري مثلا إنما هو لون الخد والورد وبالشم رائحة العنبر وبالذوق طعم الريق والخمر وباللمس ملاسة الجلد الناعم والحرير ولينهما لا نفس هذه الأجسام يعني أوي بشاو دركري راني خد وردة أوي ببو خوي شام دركري رائحي عنبر رائحي أنبر نكايا بنك كشبوتا وأوي كبزوق كدركري طعم الريق خمركايا وعوي بلمس درك كريم ملاسة ملاسة سافولوسي ليني جاني نرميتي كنر نفسي أم أسامني أي باش أبو مثلا شو مجبور بيجي كالخدي والوردي وتأكلوني الخدي ولوني الوردي بس لكن اشتهر في العرف بلا من العرف عامة شورتي بياكل وأن يقال أبصرت الوردة بلا نقول بيني لحالك أتورني قولك البيني و شممت العنبر الحالكة بوكل هالمجيوة يا ذقت الخمر خمر مششتوة الحالكة تامكو تششتوة يا لمست الحريرة ملاسي حريرك لمسكر دوا يعني نرميكي لمسكر ناخد حريرك مثلا أو عقلياني يا ترفين تشبيه هذو كان عقلين كالعلم والحياة وكو علم العلم كالحياة علم وق جيان وايا يعني شون زندقية بخشي وتشبه لبينانا چيا چي وتشبه لچيا وقيقوان ووجه الشبه بينهما كونهما جهتي إدراكين وجه الشبه لنيوان أمدوان دا أويك هردو كان جهتي إدراكا يعني طريق إدراكا هم لرقي علمو أكريشتي يقدرق بكي إدراك يعني بيقيشتن بيبقي وهم للرقية حياتي شو أكري بيبقي كذا في المفتاح واليلاح فالمراد بالعلم هاهنا الملكة التي يقتدر بها على الإدراكات الجزئية لا نفس الإدراك فزيلا ما بستش بعلم أو ملكيا يعني أو هزا جيجيري ناو ناخي مروفا أو هزا جيجيري ناو ناخ كتوانائي هيا بهوي أو هزاوا بسر إدراكاتي جزئية بسر مدركاتي جزئية ده نخ مثلا منظور بعلم خدي إدراكك كبير ولا يخفى أنها وعجبا خفينا بأنها أو جهة يعني أو ملكية جهة وطريق إلى إدراكي أبيب جهة وطريق بلا إدراك الحياة وكو حياتك وقيل نخير وجه الشبه بينهما الإدراك يعني هم بعلمك إدراكك ريه هم بحياتك بو إذ العلم خوي خدي علمك خوي نوع من الإدراك أمجا لولا شو أجر علم نوعك لإدراك والحياة حياة أجر شي نوعك لإدراك نيا ولي مقتضية للحس الذي داخوازي أو حس هستيك هو حس هستك نوع من الإدراك أو نوعك لإدراك كواتا تشبيهك لوا مثلا تشبيه إدراك بإدراك ونيا توتو العلم كالحياة كأجر علمك نوعك بلا إدراك حياتك أبي إدراكك بقوة تربية لو تابي وبشبهني شنك مشبه به أبي بقوة تربية مشبه به أبوي أري وفساده واضح يعني فسادي أم قيلا ناريك يكي قندل يكي رونو أشكره لأن كون الحياة مقتضية للحسي شنك أماك آخر لا صفة حياة واجن على صفتك اقتزاء حس وحركاتك أماك حياة مثلا
مقتزية بو حس أو باعثنا كوا علم حياة اشتراكيان ببي لإدراك شنك كواتك حياتك أخوي متصف بإدراك ني إدراكي نية بلكو أو مقتزية بو حس حس جو كتمان نوعك يعني مقتزية بو نوع لإدراك كواتا حياة إدراك نية أو حربي كواتا أو تشبيه آبا معنى يعني وش شبك بو معنى به وشتيكي لاوازة جاء بغي لا يجب اشتراكهما في الإدراك على ما هو شرط في وجه شبه بناء لسر أويك شرط لوجه شبه أخل وجه شبه شرط كأشي وجه شبه كلمشبه به بقوة تربية حتى لمشبه وأيضا لا يخفى أن ليس المقصود من قولنا العلم كالحياة والجهل كالموت أن العلم إدراك كما أن الحياة معها إدراك وباب جزامية ما اللي قصد ما بست أبي بكورينا مقصود لو قصي ما كأرن العلم كالحياة يا جاري واهي أرن الجهل كالموت ما بس أواني أن العلم خبري ليس أمانيا كعلم إدراك وكحياة إدراكي لقلايا أشياء أقل وابي شي بيجي علم إدراك وكو مثلا حياة إدراك أي سأوى أقل ما بس كوابي أود زور دولة بيه مثلا بلاي ولا علم إدراك وك حياة إدراكي لق وك شون حياة إدراكي لقلايا علم مش خوي إدراك بل ليس في ذلك كبير فائدة بل كل قسواس فائدنية كما في قولنا العلم كالحسي وكل قول يا مدى فائدني بلاي علم وك حسوايا شاكا يعني كالإحساسي عبتا أكريه ما بو من فيه كنبه مثالك تشبيه كما في قولنا قولي ما تشبيه في النفي أي كما عن الفائدة التي في قولنا بعضي هروكو فائدة على را قورانية يعني فائديكي شاكي تيانية كتو مثلا بلاي العلم كالحس في كونه ما إدراكا لو ذاك هردو كان إدراكا كواتا أويك وجه شباب لبينينا أوبك علمك هم علمك بهو وكملك يا جهة طريقة بو إدراك هم حياتك جهة طريقة بو إدراك أعلو لحاذا وكو يقوايا أو شنوتي وجه الشبه بينيان وجه الشبه مانود كونهما جهتي إدراكين يعني أوسك هردو كان جهتي إدراك أو ملككيا كديار أمش هر جهتي إدراك شنك باعثي بوجود هناني حسة لحسة كشخوي نوعك لإدراكيا من جرب إدراك بي أما أو جارة أو مختلفاني يا طرفين تشبيه جاواز مختلف شون بأن يكون المشبه عقليا والمشبه به حسيا بجوري كيو مشبه كعقلي بي ومشبه به كحسي بي كالمنية والسبعي كسبعك حسية منيتك عقلية فإن المنية أي الموت عقلي بو لأنه عدم الحياة شن موت عدم حياة عما من شأنه الحياة لو اشتانيك حياة لشأن ياناية ديخو معلوم شو السبع حسي موتك عقلية أما سبعك حسية أو بالعكس يعني بأن يكون المشبه حسيا والمشبه به عقليا وذلك مثل العطري عطر شون الذي هو محسوس مشموم محسوس أو مشموم أمانين يوكو بوي عطر وخلقي كريم خلقك بإضافة يعني أخلاقي بياويكي بريس إنسانكي بريس أشكري بصفة من خلق كريم يعني يوكو أخلاقكي جوان والله عنوان بو مقدر كرتين يعني خلق رجل كريم يعني أو أخلاق جوانين أو عطرة أو أخلاق جوانة أشبهني بو عطرة وهو أنبشيان عقلي بولي أنه كيفية نفسانية يصدر عنها الأفعال بسهولة بوي أعلن عقلية لأنه يعني لبرأو أو أويك برين عقلية كبير يا خلق كريمك أو خلق كريمة كيفيتك نفسانية يعني كذا كيفية وكوتمان صفة الراسخية صفتك جيجيرة باش الدياردة كي جيجير بوه لناخة لبرو بيالن كيفية نفسانية
كأم ديار در جي غير بوا غير محسوسة غير محسوسة نفسانية دروني أم ديار در جي غير بوا يصدر عنها الأفعال بسهولة لو كرد وكان بأساني صادر أبي وديتا دروا واتم مثلا هر كرد وياك لو خوروشتا وسر أجري أزيتي كسي تيانية كزنا رحدناك والوجه في تشبيه المحسوس في بالمعقول أها أم جهل ليرا قسيق ما ترحبي ألي إما قانون كعلين أشي هميشة مشبه به لوجه شبه بقوة تربية لمشبه أي تود يعني محسوس أشبه يعني بمعقوله خلو كاتب بلي أجر إما معقول بشبه يعني بمحسوسه أما قسمانية ليوا شن كمحسوسة بقوة تربية برام زمانية كأجر إما محسوس ما شبهان بمعقوله خلوا معقولك لا واستر لا محسوسك أو قانون التشبيه لا تدي علينا والوجه يعني وبلغا يا طريقي بيار رويشتن في تشبيه المحسوس بالمعقول لو شو أنا ذاك تشبيه محسوس بالمعقول كريا أن يقدر المعقول محسوسا أو يا معقولك بمحسوس دانري ويجعل كالأصل لذلك المحسوس ونكتنها بمحسوس دانري وبيشكري بأصل بنمايه بو أو محسوسي كجرك معنا في بشبهين جاء أمكارة شونك ريولا على طريق المبالغة يعني أو نمبالغة أكين لما أقولك أبا ومحسوسي شي أصلا بنما يبو محسوس وإلا أقروان لين يعني مثلا معقولك ومحسوس لنظر نقرين فالمحسوس أصل للمعقول محسوس أبيت بنما بو معقول بو لأن العلوم العقلية شنك علم عقلي كان مستفادة من الحواس قشتي لحواس ورجيره كواتم محسوس بنا ماي معقولة نجمع معقول بنا ماي محسوس به إلا أبو اعتبار نبيل اعتباري مبالغة أمجد لأن علوم العقلية مستفادة من الحواس ومنتهية إليها وسر أكياشن همويان سر لاي حواس ودرتيرن علوم معقول فتشبيهه بالمعقولي كواتم تشبيه معقوله يكون جعلا للفرع أصلا والأصل فرعا أما كده يعني إما محسوس تشبيه كما معقوله ده يعني هو شيء ما كروي أو هي كفرع ما كروي بأصل وأصل ما كروي بفرع وذلك لا يجوز باشا وفرع كي بأصل وأصل كي بفرع جائزني إلا أبو سبيل مبالغة واجتنبت أمجر ولما كان أما بحثك ترى جواز جعلا بيوسين لرعلا ندامي بم بسم الله موفق بني الشمس